ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الأردنيين من أكثر شعوب العالم إصابة بالاكتئاب. وبحسب الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية، سجل سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدلات الاكتئاب هي الأعلى عالميا، حيث سجل الأردن وسوريا واليمن والبحرين ودول عربية أخرى نسبا مرتفعة من الاكتئاب، فيما سجل العراق ومصر ولبنان وموريتانيا نسبا أقل في الكآبة عربيا. أخبار رؤيا رصدت آراء المواطنين في هذه الدراسة وعادت باللقاءات التالية. الاكتئاب صار موجود يعني في كل بين كل الشعب، يعني بين كل 10 ممكن طول واحد مثلا رايق شيء، يمكن من الظروف السيئة في هاي الفترة، يمكن من الطبع أو من العادة اللي احنا خلص في الأردن أخذناها، يعني نكد دائما أو أي شيء بيسألوا إنه أنت أردني؟ آه شو اشتقت؟ اشتقت للنكد، يعني هاي الأشياء اللي زي هيك. السبب إنه الطفر، فيش مصاري في البلد، فيش مصاري مع الناس. كآبة الشعب الأردني بتيجي أول شيء، يعني عندك من غلاء الأسعار اللي بلاحظها الشعب الأردني، من تغيير الحكومات اللي بتصير عندنا وما فيش أي جدوى من القرارات اللي بتحطها قاعدة وبتشتغل عليها. قلة الشغل بالواحد والرواتب كلها يعني مبينة قديش راتب الواحد، وكلها بتعاني من الاكتئاب. أول واحد أنا بعاني من الاكتئاب غلا، لما أخدم 27 سنة وأخذ لي 190 دينار تقاعد شو بده يقدي إلي ولعائلتي ولأولادي؟ هو أكل ولا أجار بيت؟ يعني إحنا تقاعدنا في عز عطائنا، ممكن إنه إحنا نشتغل كمان 10 سنين. أنا وغيري الآن في 150 ألف متقاعد كلهم على نفس الشاكلة، مزبوط ولا لا؟ هلا في شغلات كثير، يعني زي مثلا الغلاء اللي صار بالبلد، الأوضاع المادية، كله هاي يعني عوامل بتعمل إنه اكتئاب للشعب الأردني.